في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس وعلى إثر معلومات واردة إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس مفادها وجود شبكة إجرامية تمتهن المتاجرة بالمخدرات. بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات تم تحديد مكان تواجد الشبكة الإجرامية، حيث أسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص منهم 3 مسبوقين قضائيا في عملية المتاجرة بالمخدرات والضرب والاعتداء، مع حجز بندقية صيد بحري بدون رقم زائد 3 أسهم للرماية خاصة بها بسيف بغمد من نوع ساموراي طوله 91 سنتيمتر، بالإضافة إلى هاتفين نقلين ذكيين مبلغ مالي يقدر ب 118600 دينار جزائري يعتبر من عائدات بيع الأقراص المهلوسة.